الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة زوجية، ليلة 22 رمضان. يا ترى يا جماعة الأخبار إيه، ورمضان عامل إيه؟ وخلاص فاضل أيام قليلة، يعني ابذل كل طاقتك وابذل كل جهدك، ادعي قوي، ادعي. الأيام اللي جاية أيام إجابة الدعاء، يعني ادخر من الأيام اللي جاية طاقة للسنة الجاية كلها. هتصرف طول السنة من الطاقة اللي انت هتحوشها الثمان أيام دول، كأنك عمال تخزن طاقة روحية وطاقة نفسية في الثمان أيام اللي جايين. طاقة روحية بالقرآن، طاقة نفسية بالسجود والعبادة والدعاء، وكل الفترة اللي جاية، كل السنة اللي جاية عبارة عن صرف من اللي انت حوشته في العشر أيام اللي جايين. صرف يا جماعة، لأن محدش عارف هيعمل ذنوب شكلها إيه السنة الجاية. صرف يا جماعة، لأن محدش عارف مصائب السنة الجاية إيه، فيجي اللي حوشته في رمضان يثبتك عند المصائب. طاقة، لأن الطاقة اللي هتاخدها السنة دي لو هتعمل مشروع ولا هتعمل بيزنس ولا حتى هتعمل حاجة لنهضة أمتك، كل الطاقة اللي انت محوشها اليومين دول هي دي اللي انت هتصرف منها طول السنة الجاية. فحوش على قد ما تقدر، وادخر على قد ما تقدر. عارفين يا جماعة اللي عنده رصيد من البنك عمال يملاه فلوس عشان هيصرف منه طول السنة؟ فاحنا الثمان أيام دول رصيدنا بتاع السنة اللي جاية. كل السنة، كل صرف هتصرف كتير السنة اللي جاية، ومش هتعرف تجيب رصيد زي اللي هتجيبه في الثمان أيام دول، لأن مش هنعرف نقدم العبادة زي اللي بنقدمها في رمضان. والصرف كتير قوي، ذنوب هتصرف منها لو ليك رصيد ربنا هيسامح ويغفر ويعفو. عندك مشاكل هتحصل لو عندك رصيد ربنا هيرفعك ويعزك ويقف جنبك. املوا رصيدكم يا اخوانا، املى الرصيد بتاعك، اعبد بالفكره دي، بالفكره ان كل ما اقدر اصلي ركعتين زياده، كل ما اقدر ادعي زياده، كل ما اقدر اقرا قران زياده، ده ملو للرصيد. الامه محتاجه طاقه روحيه وطاقه نفسيه، مش الافراد بس، الافراد والامه محتاجين طاقة روحية ونفسية ورصيد في البنك كبير عشان هنصرف كتير السنة الجاية. فكر فيها بالطريقة دي، يا رب حملأ نفسي طاقة وحملأ رصيدي إيمانيات وعبادة علشان أكون قادر على الصرف طول السنة اللي جاية. شدوا حيلكم يا جماعة وربنا يعينكم. دي كانت قبل ما نبدأ حلقة النهاردة. الحقيقة قبل ما نبدأ حلقة النهاردة أيضا في حاجة أحب أقولها، إن كمية الشباب اللي بيتفاعلوا على النت واللي بيردوا على موضوع على خطى الحبيب، اللي بيدخلوا على الموقع على عمرو خالد دوت نت ويبدأوا يتناقشوا وأرائهم إيه وهيعملوا إيه، أنا الحقيقة بقول إن الشباب دون والكلام اللي بيتكتب ده، مش هم دول بس دول اللي أنا بقراهم كل يوم، بيقول إن الأمل كبير قوي، وإن في شباب مش متحمس بس، متحمس وناضج وناجح، وان الامه مليانه خير، وان الامل كبير قوي قوي قوي. وانا بقول لكل واحد مش مصدق الحكايه دي وبيقول مفيش فايده وبيقول لي انت متفائل زياده عن اللزوم، ادخل على الموقع شوف الشباب بيقولوا ايه وطموحاتهم ايه، ومش طموحاته بس، وعملوا ايه. الامر الثالث، ان الواحد عمال تجيله اخبار من المغرب، من مصر، من السودان، لان الناس اللي موجوده هنا في حوالي 19 جنسيات بيحضروا معانا كل يوم. كل الناس دي عماله تحكي لنا قد ايه المساجد ممتلئه، وقد ايه الناس مقبله على طاعه ربنا في رمضان بشكل لم يعهد من قبل، وهنا المسجد النبوي ما فيش مكان لبني ادم. كل دون بيقول الامل والخير كبير قوي. دي طاقه امل وطاقه فرحه وطاقه بشره تطمن الناس ان الخير جاي ان شاء الله. نبدا حلقه النهارده. حلقه النهارده يا جماعه، احنا النهارده سنه 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلصت أحد وخلصت بدر وخلصت بني النضير، اليهود اللي خانوا النبي وحاولوا يقتلوا النبي والنبي طردهم برا المدينة امبارح، وخلصت غزوة ذات الرقاع اللي النبي صلى الله عليه وسلم استرد فيها مبدئيا وجود المسلمين في الجزيرة. طب إيه اللي هيحصل في سنة 5؟ اللي هيحصل في سنة 5 إن قريش هتبدأ تدرك، واليهود هيبدأ يدركوا، وبقية العرب هتدرك إيه؟ إن القضاء على النبي بعمل منفرد مستحيل. إن كل واحد لوحده يحاول القضاء على المسلمين ده شيء مش ممكن، مش هيحصل. لأن كلنا حاولنا، كل واحد حاول لوحده وفشل. طب الحل إيه؟ خلي بالكوا النهارده دي سنة مفصلية. سنة مفصلية في تاريخ الإسلام، زي الهجرة كده ما يوم مفصلي، الخندق سنة مفصلية. ليه؟ لأن هم هيقرروا الحل الوحيد إن احنا نتعاون ونجتمع جميعا على استئصال المسلمين واستئصال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يريدون. ده الحل اللي باقي. ما عادش ينفع القضاء على المسلمين بعمل منفرد كل واحد لوحده، تعالوا نتجمع كلنا ونحط خطة مشتركة نقضي عليه مع بعض. دي سنة 5. هيعملوا إيه؟ هيعملوا الأحزاب.
مين اللي هيتولى الفكرة أصلا؟ اللي هيتولى الفكرة أصلا واحد اسمه حيي بن أخطب، ده من اليهود. حيي بن أخطب ده من بني النضير اللي النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم وطلعهم بره المدينة وقال لهم لا تساكنوني فيها وقد هممتم بالغدر. أنتوا غدرتوا، بعتوا لقريش تكشف لهم، وإحنا بيننا وبين بعض دستور، الدستور ده بيقول إن أنتوا مواطنين لكم حقوق وعليكم واجبات، ومن واجباتكم إن أنتوا بتحافظوا على البلد اللي أنتوا مواطنين فيها، وأنتوا أخليتوا وفوق كده وحاولتوا تقتلوني، اطلعوا بره بلدي. طلعوا بني النضير. مين يقود بني النضير؟ حيي بن أخطب. الراجل ده شديد الكراهيه للنبي صلى الله عليه وسلم. هحكي لكم حكايه توريكم قد ايه شديد الكراهيه. حيي بن اخطب اول ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى المدينه، بعت حيي بن اخطب هو واخوه راحوا قبلوا النبي يبصوا عليه كده وايه ويقولوا له ممكن نبص بين كتفيك، بيدوروا على ايه؟ على خاتم النبوه، العلامه اللي موجوده عند كل الانبياء، وحمة كده زي الزتونة خارج منها ثلاث شعرات موجودة في أول فقرة في العمود الفقري بين كتفي النبي، الفقرة دي موجود فيها، ممكن نبص؟ فيبصوا، آه مظبوط. طيب مات أبوك وانت عندك قد إيه؟ وأنا عندي كذا. مظبوط. طيب مين اللي رباك؟ عمي. مظبوط. طب كذا طب كذا طب كذا. فراجع بقى حيي بن أخطب. حيي بن أخطب فوق إنه هو قائد لبني النضير فهو من أحبار اليهود، فأخوه بيسأله بيقول له أهو هو مين اللي موجود في التوراة؟ أهو هو؟ قال نعم. قال فماذا تنوي؟ قال عداوته ما حييت، عداوته طول ما أنا عايش. مين اللي سمع الكلمة دي؟ سيدنا سلمان الفارسي. فطلع على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله بيقول عداوته ما حييت. فقال النبي إنا لا نأخذ الناس بما يقولون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ايه يفضل مواطن؟ انا بس بوريكم النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه للاقليات. يا جماعه احنا ما عندناش مشكله مع اليهود كدين، ما عندناش مشكله مع اليهود كيهود، احنا ما عندنا مشكله في موضوع الحقوق، ان في حق لازم يعود. لكن اليهود كدين زي المسيحيين كدين لهم كل الحق طالما مواطنين مقيمين في هذا الوطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن. ولذلك النبي لما حيي بن اخطب طلع بره المدينه سابه النبي ما لمسوش، لكن النهاردة حيي بن أخطب هيعمل إيه؟ هيجمع الجزيرة العربية كلها على حرب النبي. هو طلع فين؟ راح خيبر. لما اليهود طلعوا قام رايح معاهم على خيبر. وصل خيبر، خلي بالكوا هينطلق من خيبر، خليكوا فاكرين المعلومة دي عشان هنرجع لها كمان كام يوم، إن خيبر بقت المكان اللي بتنطلق منه كل المؤامرات والمكائد ضد المسلمين. لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. هيطلع حيي بن أخطب، هيطلع على مين؟ هيطلع على قريش، على أبو سفيان. فيوصل لأبو سفيان ويقول له جئتك لنستأصل محمد. فقال له أبو سفيان أهذا الذي جاء بك؟ قال نعم، جئتك لأحالفك على حرب محمد. فقال أبو سفيان مرحبا وأهلا، كل من أعاننا على حرب محمد وعداوته فهو حبيب لنا. خلي بالكوا أبو سفيان بنته متجوزة النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة. وخلي بالكوا أبو سفيان اللي عمال يقلب كل ده هيعفو عنه النبي في الآخر، عشان تشوف بس الرحمة، شوف هو بيعمل إيه دلوقتي. فقال مرحبا وأهلا. فدخل حيي بن أخطب ودخل أبو سفيان ودخل سادة قريش، رفعوا ستار الكعبة ودخلوا لزقوا بطنهم في ستار جوه الكعبة على جدار الكعبة ليقسموا أن نتحالف ولا يخذل بعضنا بعضا حتى نقضي على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على الاتفاق ده، وطلع حيي بن أخطب من قريش على غطفان على واحد اسمه عيينة بن حصن، تاني قوة موجودة في الجزيرة بعد قريش، ويتفق مع غطفان بنفس الاتفاق، وبعدين يطلع على قبيلة أشجع. بيبذل كل الجهد ده، بيبذل كل الجهد دي عشان قضية هو عارف إنها غلط، وإحنا عارفين إن إحنا الحق. بتبذل قد إيه؟ حيي بن أخطب بذل أضعاف 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 ما يبذله ناس من المسلمين، عارفين ان الحق هو الخير هو الصح هو الاسلام هو هو هو. ولو سالته بتقدم ايه؟ ممكن ما تلاقيهوش بيقدم حاجات كتيره، او يمكن ما بيقدمش خالص، او يمكن يقدم الفتات، او يمكن يقدم لما يفضى عنده شويه وقت. لكن حيي بن اخطب يبذل كل ده حاجه توجع وحاجه تزعل. يجمع حيي بن اخطب ساده العرب، وهو من كتر ما هو حريص على القضية بتاعته يقول ما ينفعش أبقى أنا القائد، القائد لازم يبقى أبو سفيان،
قائد الجيش اللي هيطلع. الجيش من كام؟ 10,000. خلي بالكوا اكبر معركه واجهها المسلمين كانت قريش 3,000. انت بتتكلم على ضعفين، بتتكلم على طاقه. خلينا واقعيين، المسلمون ما لهمش طاقه بيها، ما يقدروش عليها. هيطلع ال 10,000، ال 10,000 يقودهم ابو سفيان، قريش 4,000 من العشره لوحدها، معاها 300 فرس و1500 بعير. ادي 4,000 قريش، غطفان 3,000، ادي 7,000. قبيله اشجع، مهمه قبيله اشجع دي لان هي دي اللي هتبوظ الدنيا، هنشوف دلوقتي، 300. قبيلة تانية اسمها بني سليم 700، وقبائل أخرى بقى حاجات صغيرة. إجمالي العدد كام كله على بعضه؟ إجمالي العدد على بعضه 10,000 يقودهم أبو سفيان، هيتحركوا من مكة ومن كل مكان عشان يوصلوا على المدينة، يدخلوا على المسلمين، يقضوا على المسلمين، والموضوع محسوم. احنا كل قبل كده كنا كل واحد لوحده، المرة دي كلنا مع بعض. يوصل الخبر لمين؟ يوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. ازاي وصل لك الخبر يا رسول الله؟ مش اتفقنا ان في مخابرات اسلاميه مليانه في الجزيره العربيه؟ حقيقه تحسوا ان مفيش تواكل، تحسوا ان المسلمين ما كانوش ناس متواكلين، ما كانوش ناس كساله، ما كانوش، انا اسف في الكلمه، ما كانوش زينا دلوقتي. تحس ان ان التخطيط بدقه، وان بذل الجهد غير عادي، وان الاخذ بالاسباب، لو الاخذ بالاسباب 100 سبب، المسلمين ما بياخدوش ب99، 100. لو اقل من 100 يتغلبوا زي احد، لازم ال 100. فطالعين كل الناس ديا. طلحه بن عبيد الله بقى شاب دلوقتي قائد للمخابرات، هو وسعيد بن زيد، يجوبوا يوصل لهم الخبر، يجيبوا العدد، يوصلوا للنبي: يا رسول الله الناس بداوا يتحركوا، فاضل لهم 15 يوم ويكونوا عندنا. بدأ يتجمع القبائل، وصل الأمر، العدد 10,000، على ما يبدأوا يتحركوا ويوصلونا بنقدر العدد بين 10 أيام و15 يوم. النبي صلى الله عليه وسلم هتعمل إيه يا رسول الله؟ هيجمع الناس. لحظة ملحوظة، طول ما احنا كنا بنتكلم على مكة ما كناش بنقول النبي يجمع الناس وياخد رأيهم، لأن الوضع كان مختلف. أول ما وصلنا لكلمة إن بقى للمسلمين وطن، أخذ رأي الناس بقى قضية أساسية عند النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك في بدر؟ خد رأي الناس ولا لا؟ أشيروا علي أيها الناس. خدت بالك في أحد لما قال ها الشورى إيه، ورجع الآية تقول لك شاورهم في الأمر؟ قعد. خلي بالكم يا جماعة، طول ما احنا ماشيين في المدينة، طول ما احنا ماشيين لما المسلمين بقى لهم وطن، النبي لا ينفرد بقرار. قيمة هي اللي بتخلي الناس إيجابية، قيمة هي اللي بتخلي الناس عندها انتماء لبلدها، قيمة هي اللي بتخلي الناس بتحب بلدها وبتخاف على بلدها، إن أنا بيتاخد رأيي. وطول ما انا عارف ان انا ما بيتاخدش رايي او مهمش او بيتضحك عليا في رايي، فلا يمكن هكون بحب او منتمي لبلدي، وبالتالي ما فيش مانع ان يطلع ناس تخرب في البلد لانه مش حاسس انه منتمي. احد اسباب ظهور ارهاب او ظهور عنف ان الناس مش حاسه بانتمائها لبلدها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس: اشيروا علي ايها الناس. كل مره يا رسول الله تقول نفس الكلمه، نفس الكلمه. والنبي كان صريح معاهم وما خباش عليهم معلومات: طالع علينا 10,000 ومن كل العرب، وما عدناش بنحارب قريش لوحدها، العرب كلها جاية تحاربنا. طبعا أنا متخيل الصحابة وهم بيسمعوا الكلام ده وبيبصوا لبعض، وهم لسه أحد مات منهم 70، وكل واحد هيبدأ يقول رأيه، وكل واحد قلقان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجميع. لاحظوا حاجة جميلة قوي، ما حدش قال له طب ما ننتظر الوحي يا رسول الله، طب جبريل هيقول إيه، طب ما نصبر لما ينزل القرآن. ما عندهمش اتكالية على الوحي. فاهمين يا جماعه اللي انا عمال احكيه لكم بقالي 10 ايام؟ فاهمين ولا من اول رمضان ان دور الوحي رسم المنهج، ودور الوحي التثبيت والمعجزات للتثبيت، اما التخطيط للحركه وينزل جبريل امتى؟ فقط في التخطيط لما تكون الدعوه سيقضى عليها، سيقتل النبي مثلا في الهجره، تحرك يا رسول الله هيقتلوك النهارده، بني النضير هيرموا عليك اخرج، لما يكون هيقضى على الدعوه يتدخل جبريل، وغير كده خططوا. طب ده جاي 10,000، فكروا عشان الأمة بعديكوا ما يجيش حد ويقول يا عم دول ده رسول الله، احنا منا ما نقدرش نقلده. يا جماعة اللي يقول الكلمة دي بعد ما قلنا الكلام ده كأنه بيهد فكرة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ازاي يبقى الرسول أسوة حسنة لينا وانا كل ما اجي اقول لك النبي عمل كده تقول لي ما هو ده رسول الله مؤيد بالوحي؟ يا سيدي الوحي للمنهج، والمنهج بقى معانا، ما القرآن مع النبي ومعانا دلوقتي. هتقول لي بيحصل معجزات، ما انت هيحصل لك معجزات، بس خليك راجل وشوف ربنا هيعمل معاك ايه. ف
فالنبي صلى الله عليه وسلم ياخد رأي الناس، محدش يقول لا، محدش يقول له فكر انت، مش انت رسول الله، كل واحد يبدأ يقول رأيه لغاية ما يجي الدور على سلمان. سلمان الفارسي هيقول رأيه. سلمان الفارسي يقوم قايل يا رسول الله إنا كنا في الفرس إذا حصرنا خندقنا حول أنفسنا. دي خطة غربية، خطة بتستخدم في بلاد الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة تفكير يا جماعة عند بعض الناس إن أي حاجة جديدة ما يقبلهاش، مش كده؟ مش في ناس كده؟ الجديد اللي معرفوش ماخدوش، ويبقى صعب ويبقى مش داخل. النبي طريقة تفكيره مختلفة، عقلية منفتحة لأي فكرة حتى لو جديدة. يا ريت ناس كتير تفكر كده، إنك ممكن تسمع أي فكرة لو غريبة وتفكر فيها. خلي بالكم الناجحين دايما كده، والفاشلين دايما اللي ما يعرفش يخرج من طور القديم. دي حاجة في علم النفس يا اخوانا، دربوا نفسكم على الحكاية دي. النبي بيسمع فكرة غريبة جديدة عمره ما شافها ولا سمع عنها، لكن فكر فيها وقراها. طب ما هي الفكرة دي تنفع في المدينة. ليه؟ لأن المدينة ملهاش مدخل إلا مدخل واحد، الشمال. فلو قفلنا الشمال يبقى مش ممكن يعرفوا يدخلونا. النبي قراها، فكر فيها، ما استبعدهاش. عقلية منفتحة، يا ريت تفكر كده وتساعد ولادك يفكروا كده. وده بيجي بالتدريب، وفي تمرينات موجودة في بلاد الغرب وموجودة في بلادنا إزاي تفكر بالطريقة دي. دي طريقة تدريب على التفكير. لاحظوا حاجة كمان، النبي ما رفضش الفكرة لمجرد إنها جاية من الغرب، مش كده؟ الفرس قوة عظمى في ذلك الوقت وهيحاربها، والنبي عارف إنه هيحاربها بعد شوية، ومع ذلك ما رفضش الفكرة. ما عندوش منهج إن أي حاجة جاية من الغرب مرفوضة، لا، مفيدة ولا مش مفيدة. في حاجات وفي مدرسة تانية بتقول إن أي حاجة تيجي من الغرب لازم ناخدها، لا، الاثنين مرفوضين. إنما ابحث وغربل، المفيد خده واللي مش مفيد سيبه. فالنبي قبل فكرة غربية. طيب هيسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهياخد رأي سلمان وهينفذ رأي سلمان. خلي بالك المنافقين بدأ يقولوا إيه؟ خايفين، هتحفظوا خندق عشان خايفين تواجهوهم. المسلمين مش متحمسين حماسة هوجاء، إحنا عقلاء، لا، مش مناسب إن إحنا نواجه. طيب هنبدأ إيه؟ هنبدأ حفر الخندق. ما تيجوا فرجكوا على خريطة. الخريطة دي ميزتها الأساسية إنها تفرجك المدينة، الخريطة بتاعت المدينة عاملة إزاي، المدينة شكلها إيه وعاملة إزاي، والخندق اتحفر فين، وطريقة النبي. هتلاقي عبقرية عظيمة جدا. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق في أضيق حتة بين الحارتين. إيه الحارتين دول؟ تعالوا نتفرج مع بعض. شايفين يا إخواننا الأخضر ده كله؟ ده المدينة، ده الأرض الزراعية في المدينة. الحتتين السود اللي فوق واللي تحت اللي انتوا شايفينهم دي، الحتة السودة دي والحتة السودة دي، دي عبارة عن حاجة اسمها الحارتين. لو نوقف الكاميرا كده ثواني ونرجع على الحارتين، أو نوقف على كده، أيوة نرجع كده شوية، هتبص تلاقي شايف الحتة السودة دي، الحتة السودة اللي قدامك لو الكاميرا تركز عليها، الحتة السودة اللي على اليمين واللي على الشمال دي اسمها الحارة الشرقية والحارة الغربية. دي أرض مدببة بتحيط من المدينة من الشرق والغرب والجنوب نتيجة زلازل قديمة، فبقت الأرض مدببة، لا تقدر مدرعة تعدي عليها، لا تقدر دبابة تعدي عليها، لا يقدر خيل يعدي عليها، لأنها أرض صخرية مدببة لا يقدر جيش يعدي عليها. تخيل حماية ربنا للمدينة عاملة إزاي؟ شرق وغرب وجنوب الحجارة السوداء المحروقة دي، شايفها؟ كل الحجارة السوداء المحروقة دي شرق وغرب وجنوب المدينة، وادي المدينة في النص، الأرض الزراعية الخضراء اللي انت شايفينها. طب نقدم كده بالكاميرا شوية ونشوف. بص بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ وقف كده. هتعمل ايه يا رسول الله؟ ادي الخندق اهو. نكمل الصورة يا جماعة الكاميرا عشان نبين الحارتين ازاي، ان الخندق بين الحارتين. هيجي النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل الخندق، يحفر الخندق ما بين الحرة، ما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية. ده الجبل ده اسمه جبل سلع. جبل سلع دون هيقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم علشان منه هيراقب حفر الخندق، والخندق جاهه. ادي الخط بتاع الخندق بيقفل بين الحرة الشرقية والحرة الغربية، بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم دور على اضيق حتة وحتة تكون مطلة على جبل عشان يبقى مراقب الخندق. الجبل جوه المدينة، وحفر الخندق في اضيق منطقة بين الحارتين. زي ما بقولك المدينة شرق وغرب وجنوب عاملة كده،
كان جسمي اهو مش مفتوح الا من الشمال، عشان كده في احد فاكرين هم جم من الشمال، ما لهمش حته الا الشمال. سبحان الله اللي حمل مدينه من الاف السنين وهي عارف وهو عارف سبحانه وتعالى انها سكن نبيه، فحماها له من الاف السنين محميه طبيعيه، حاجه اسمها الحره، ارض مدببه صخريه لا يمكن الى اليوم لا يمكن حد يقدر يعدي عليها، لا مشاه لا خيل لا مدرعات لا دبابات، ما فيش غير طيران وما فيش وقتها طيران، فهي محميه من كل الجهات الا من الشمال. فدور النبي على اضيق حته وان بدا يقول ننفذ خطه سلمان، نحفر الخندق بين النقطتين دول. طيب المده المطلوب الحفر فيها ايه؟ 10 ايام فقط. ليه؟ لان قريش خلال 10 15 يوم هتكون وصلت. يا نهار ابيض ده الوقت قليل قوي. طب افرض ما لحقناش هنموت نفسنا ونلحق، هتحصل معجزه من المعجزات ان يحصل حفر. طب هو الخندق عرضه كم متر؟ يعني المسافه بين الحرتين كم متر؟ لا قول كم كيلو؟ 4.5 كيلو. طب الارض ايه؟ ارض صخريه. مش انتوا عارفين كده؟ اللي ينزل ارض المدينه اسالوا اهل المدينه، ارض المدينه ارض صخريه مش ارض ترابيه، يعني هنفحت في الصخر، هنفحت في الصخر. طيب عايز عمق قد ايه يا رسول الله؟ عايز عمق 5 متر عشان اللي ينزل، ما احنا نحفر خندق ويعدوا لنا ينطوا لنا كل دقيقه. 5 متر، السقف ده كام؟ السقف ده 3 متر، سقف العمارات عموما او سقف الشقق 3 متر، 5 متر. طب العرض قد ايه؟ عرض الخندق قد ايه يا رسول الله؟ يبقى عرفنا طول الخندق 4.5 كيلو، عمق الخندق 5 متر. طب عرض الخندق قد ايه؟ 9 اذرع. 9 اذرع، متخيل الذراع يعني بنتكلم في كم متر تقريبا؟ مش عارف يعني، لكن تخيل هيعمل العرض يعني عرض الاوضه، عرض اوضه من 9 اذرع هيعمل العرض، بحيث ان اي فارس بيحاول ينط ما الفرس بتاعه ما يعرفش ينط، لازم ينزل في الخندق. تخيل هذا الجهد هيتعمل ازاي؟ تخيل ازاي ان الفكره اللي شكلها فكره جديده هيتحاول الناس كلهم وينفذوها بمنتهى الحماس؟ تخيل المجتمع ده مرن قد ايه؟ خلي بالكم يا جماعه، اصل النبي بياخد رايهم كتير، فالمجتمع سهل الحركه، مش مجتمع تقيل، مجتمع مرن بيتحرك بسهوله. يلا نحفر الخندق، موافقين على الفكره، الفكره تنفع، كله موافق، خد النبي الراي، يلا كلنا نشتغل. فمجتمع سهل الحركه، في حين ان مجتمعات كتير في بلادنا بقت تقيله قوي قوي، لان المجتمع صد او خشب، بقى مخشب. فالنبي زي ما انتم شايفين، يلا نهاجر، الحركه سهله، يلا نروح بدر، الحركه سهله، يلا نبدا نعمل تالف جوه المجتمع، يلا نعمل حاجه جديده اسمها المسجد، اختراع جديد. لما بنوا المسجد المجتمع بيتحرك بسهوله، الميه جاريه. يا جماعه، يا اباء يا امهات، اعملوا كده مع اولادكم يبقى البيت بيتحرك بسرعه. يا اصحاب شركات، اعملوا كده مع موظفينكم. ما احنا مش عايزين يبقى كل كلامنا منصب ان احنا بنتكلم على بلادنا يعني، وكل واحد يقول ايوه ما انا ماليش دعوه، كل واحد في حتته. اتعلم ان انت تسال الناس وتاخد راي الناس. صاحب شركه، صاحب رئيس في مكان فلاني، واحد في مصلحه حكوميه، اب وام، انت واصحابك، رئيس نادي رياضي، كل ما قدرت ان انت تخلي الناس تتشارك معاك هيبقى المجتمع مرن جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يبدا يحفر الخندق. خلي بالك تقدر كده تعرف معالم خطه النبي. ايه معالم خطه النبي؟ اول حاجه هنبقى جوه المدينه مش هنخرج، مفيش بدر واحد لان العدد ده 10,000. 2، هنحفر الخندق ونقف وراه نحميه، لان مش معنى ان انا حفرت الخندق ان هم ما يعرفوش يعدوا، انا ممكن احفر الخندق وكل شويه يقوم واحد معدي لي، فلازم احمي الخندق كويس جدا. يبقى 1، هنبقى جوه المدينه، 2، احفر الخندق واحميه، 3، لابد من مكان امن للستات والاطفال، لان كل القادرين على القتال 1500 واحد، ده كل اللي معانا كرجال يحملوا السلاح، كل دول لازم يحموا الخندق، وبالتالي النساء والاطفال المدينه مكشوفه. لا هي مش مكشوفه ولا حاجه، لانها مقفوله من ايه؟ من كل الجهات، فمفيش قلق. طيب هتعمل كده يا رسول الله، يلا نبدا نحفر الخندق. طب هنحفر الخندق ازاي؟ كل واحد يروح يحفر له حته. لا، تعالوا نتفرج على النبي وعلم الاداره. شوفوا النبي واخذ الراي، النبي والرحمه، النبي والمواطنه، النبي والاداره، كل ده موجود في غزوه الخندق. هتعمل ايه يا رسول الله؟ هنقسم ال 1500 كل مجموعه 25 مجموعات، كل مجموعه 25 واحد لهم قائد. ال 25 واحد دول مطلوب منهم انجاز منطقه معينه من الخندق يحفروها، وهم دول اللي هيقفوا يدافعوا عنها بعد كده عشان يحفروا بجد،
عشان يعرفوا ان هم اول ناس هيموتوا لو ايه، لو ما حفروش كويس. شوفوا الخطه عامله ازاي. فكل 25 هياخدوا مساحه محدده قد ايه؟ 80 ذراع، يعني حوالي 60 متر. 60 متر تحفروهم بالعرض بالارتفاع بالمسافه اللي انا قلتها لكم، وهيبقى فيه ابو بكر وعمر مراقبين الجوده للتحقق من ان المواصفات المطلوبه بتتنفذ بدقه. ايه رايكم في علم الاداره؟ الاداره بالانجاز، مش كده؟ مش في حاجه في الاداره دلوقتي يقول لك عايز تقيس، عايز تعمل اداره، اعملها بان انت تحاسب الناس بانجازهم، انجز قد ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى عامل اربع طرق مراقبه. المراقبه الاولانيه قائد المجموعه، المراقبة الثانية أبو بكر وعمر المواصفات، ده عمقه قد إيه؟ لا، انزل لي بالحفر شوية، عرضه قد إيه؟ لا، أنت ما وسعتش كويس. والمراقبة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيعدي بنفسه ويقف على جبل سلع، عشان كده اختار إن مكان الحفر يبقى بجبل سلع، هو مش جبل عالي، علشان تبقى عينه جايبة وشايفة الناس كلها وهي بتشتغل. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هيقعد يشوفهم من بعيد؟ لا، النبي هينزل يشتغل مع المجموعات. هتنزل ازاي يا رسول الله؟ هتنقل من مجموعه لمجموعه عشان ارفع الروح المعنويه للمجموعات كلها. يبقى مين اكتر واحد هيشتغل؟ خلي بالكم المجموعات بتريح شويه، لكن هو واخد ال 4 كيلو ونص صلى الله عليه وسلم. سنك كام يا رسول الله؟ 58 سنه. الرساله غاليه قوي يا اخوانا. انت متخيل ان كل ده عشان احنا؟ كل البذل ده عشان انا وانت يبقى اسمي محمد واحمد. تخيل كل البذل ده عشان علشان يعبد ربنا في الأرض. كل البذل ده عشان الإسلام يدوم للنهاردة، عشان نيجي في المدينة ونلاقي ملايين مش عارفين نلاقي مكان في المسجد النبوي الضخم نصلي فيه، ملايين جاية. كل البذل ده عشان الحق، عشان في رسالة غالية. هل ممكن يا جماعة تبقى الرسالة بالغلاوة دي عندنا؟ هل ممكن تصل التضحيات مش بقول إن احنا أنا مش هنحفر خندق، لكن تخيل إن كل واحد في مجاله يقول انا هدخل في المجال ده، مجال الزراعه، واموت نفسي كاني انا اللي هبقى وزير، ولا انا اللي هخترع للمسلمين بعد 15 سنه الاختراع العظيم في الزراعه، وانا هدخل في مجال الصناعه، وانا هدخل، وكل واحد بقى يشيل الشيله، وكل واحد يقول هموت نفسي وننهض بالامه دي. ما هو لازم تتحرك. هل انت مستشعر يا جماعه اللي بتسمعوني، يا شباب، يا ستات، يا ناس اللي موجودين معايا النهارده، هل انت مستشعر انك صاحب رساله في الحياه؟ والرساله دي مرتبطه برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل خطى الحبيب لغايه النهارده بعد ما فات 22 يوم جعلك تشعر انك صاحب رساله كرساله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل بعد رمضان هتفطر؟ ولا خلاص كان رمضان ده غرس في دماغك واتسقت واتروت في قلبك، انا صاحب رساله لاصلاح الارض زيك يا رسول الله، حبدا افكر وحموت نفسي وربنا هيبعت لي الفرصه، ويمكن اقعد سنه مش عارف اعمل ايه، لكن طول ما انا بدعي ومصر وادور في تخصصي ازاي اخدم الرساله اكيد ربنا هيوفقني. انا خايف يا جماعه بعد كل المجهود ده وبعد سيره النبي كل واحد يروح لحاله بعد رمضان ونرجع لنقطه الصفر تاني، ويبقى كاننا بنحرس في بحر. ده مش تشاؤم، ده خوف. بالله عليكم مش هقول ما تخذلونيش، انا غلبان ورايح، ما تخذلوش الاسلام، ما تخذلوش النبي اللي مفروض يفرح بيكم يوم القيامه. ارجوكوا الكلمات دي ما تنسوهاش، ارجوكوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيشتغل بنفسه. هتشتغل بنفسك ايه يا رسول الله؟ هشتغل اصعب شغلانه. ايه هي يا رسول الله؟ انا اللي هشيل التراب من تحت واطلع بيه ارميه فوق. خلي بالكوا اللي بيكسر اهون شويه، صح؟ يعني اللي بيكسر اهون من اللي عمال يشيل التراب يطلع 5 متر. انت متخيل المجهود قد ايه؟ هطلع وانزل، هطلع وانزل، هطلع وانزل من مجموعه لمجموعه. تفضل كده لغايه امتى يا رسول الله؟ لغايه المغرب. قبل المغرب بشويه اطلع على جبل سلع عشان ابص وراقب واشوف الخندق ماشي ازاي، والحفر ماشي كويس ولا لا، وايه فين الحته الضعيفه، ومعايا ابو بكر وعمر اقول لهم لا هنا مش كويس، زودوا لي هنا. إدارة موجودة، تضحية موجودة، بذل موجود، الإدارة بالإنجاز، وكل واحد عنده 80 متر هيخلصهم شفت. طيب الصحابة عاملين إيه؟ الروح المعنوية، طمنا على الروح المعنوية. خلي بالك في خوف شديد، يا ترى هيعملوا فينا إيه؟ خلي بالك في قلق شديد، خلي بالك في خوف شديد، لأن أحد آخر معركة كبيرة كانت نهايتها انكسار و70 واحد ماتوا، فإحنا ما عدناش متأكدين، مش ضامنين النصر في جيبنا، صح؟ 2، يا ترى هيوصلوا قبل ما نخلص حفر؟ تبقى كارثه.
يبقى ما عملناش حاجه. ده هي دي الخطه الوحيده اللي عندنا، لازم نخلص. تخيل الضغط النفسي. طب الجوع اخبره ايه؟ المدينه في وقت مجاعه، فالناس ربطة حجر على بطنها من شده الجوع، جعانين 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 قوي قوي، لدرجه يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقوموا كاشفين للنبي صلى الله عليه وسلم عن بطونهم، انظر يا رسول الله شايف الجوع اللي احنا فيه؟ فينظر النبي فيلاقي واحد رابط حجر على بطنه، ده حجر وده حجر، كتير مش واحد ولا اثنين، كتير رابطين احجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هونوا عليكم انظروا الي. يقوم رافع صلى الله عليه وسلم ثوبه فيلاقوا حاطط حجرين على بطنه، يعني انتوا كلكم حاطين حجر، انا حاطط حجرين. يقول جابر والله لقد ضمر بطن النبي في الخندق ضمورا شديدا، بقت بطن النبي مشفوطه لجوه من كتر الجوع. مش هزار يا اخوان، مش هزار. طب في وسط ده الروح المعنويه، سامعين يا شباب؟ طب الروح المعنويه عامله ازاي؟ الروح المعنويه عاليه قوي. عاليه قوي ازاي بس؟ عاليه قوي. طب اديك مثل ازاي عاليه؟ بيغنوا. ايه اللي بيغنوا؟ ايه؟ حسان ابن ثابت ملوش في الحفر، ده راجل شاعر رقيق، ايديه مش بتاعه، راجل الاعلامي بتاع المدينه، عمال يالف شعر ويديه للصحابه يقولوه. اسمع كده بيغنوا بيقولوا ايه؟ اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. انا عايزك تشوفهم وهم بيحفروا، شايف ابو بكر وشايف النبي معاهم، شايف بلال، شايف عمار وهو بيغني. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا، احنا خايفين، وثبت الاقدام ان لاقينا، ان الطغاة قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا. فعمالين يغنوها، فسيدنا عمر الخطاب مش عاجبه. ليه؟ عايزين رجاله كده يخبطوا ويعملوا، ايه اللي عمالين يغنوا دول؟ ما ينفعنيش الكلام. يقول عمر فنظرت فاذا النبي يرفع صوته ويقول ابينا ابينا ابينا. شو هما بيقولوا اذا ارادوا فتنه؟ عارف الكورال لما يجي في الاخر ويقوم هما بيقولوا اذا ارادوا فتنه ابينا. يقول عمر فنظرت فاذا النبي يرفع صوته بين الناس وهو يحمل التراب، والله ان بطن النبي لتمتلئ بالبياض من لون التراب، يحمله ويقول ابينا ابينا ابينا. يقول عمر فرددت معهم قول يا عم ابينا ابينا ابينا. تخيل، شايف الروح عامله ازاي؟ فيردد النبي هو ايضا. على فكره الاغاني كانت كتير قوي في الخندق يا جماعه. الفن رساله عظيمه جدا جدا جدا، عمرها ما كانت حرام، بس المهم لو بتعمل نهضه. لكن الفن اللي يؤدي الى اثاره الشهوات وتضييع الشباب واضاعه اي امل في نجاح، ده ما يبقاش فن، ما يبقاش اسمه فن. فتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم هم عمالين يقولوا كده، يقوم النبي يردد عليهم هو كمان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. فيردوا عليه تاني يقولوا له إيه؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا على الهدى، نحن دعاة الله أبطال الفداء. إيه ده؟ إيه الكلام الجميل ده؟ وإيه الروح دي؟ وفين شبابنا يكونوا عايشين المشاعر دي تجاه أوطانهم وتجاه بلدهم ويبقوا بيحبوها كده؟ من ضمن الحاجات عشان تعرف الروح المعنويه عامله ازاي، في واحد اسمه جعيل، والنبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الناس اللي بتحفر، وكان شكله دميم والصحابه ما بيحبوهوش، فالنبي كان بيقربه، والنبي قال له جعيل ده اسم مش جميل، سنغير اسمك الى عمرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه من جعيل لعمرو. فجعيل عمال بيحفر، فحسان اما الف عليه شعر، فبيقول ايه الشعر؟ شعر جميل. سماه بعد جعيل عمرا وكان له دوما ظهرا. النبي واقف معاه دايما. سماه بعد جعيل عمرا وكان له دوما ظهرا. فكان جعيل يحفر ويضحك ان بيتقال عليه شعر، فكنا نسمع النبي يردد اخر كلمه سماه بعد جعيل عمرا، فنسمع النبي يقول عمرا وكان له دوما ظهرا، فيقول النبي ظهرا. شوفوا شايفين الروح، حاسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، شايفينه يا اخوانا؟ يعني حد شايف النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم؟ شايفه في الخندق؟ شايفه هو شايل التراب على كتفه؟ شايفه في وسط الناس ازاي؟ شايفه ملتحم بالناس ازاي؟ شايف الناس متعلقه؟ لازم يحبوه، اللي بيعمل كده لازم يحب، لازم الناس تحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
تخيلوا بقى في الجنة إن شاء الله وإحنا بنتفرج على غزوة الخندق وبنشوف المناظر دي، نقول يا رب عايزين نتفرج على الخندق بقى، إحنا إيه سمعناها وتخيلناها، عايزين نتفرج عليها بقى في الجنة إن شاء الله بإذن الله. ويبقى معانا النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقى حول الأنهار، ونبقى عازمين النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له بقى دي الناس يا رسول الله اللي كانت سامعاه دلوقتي وتخيلت الموقف ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم معانا هو وكل صحابه الخندق، واحنا كلهم معاهم قاعدين بنتفرج على غزوه الخندق، وبعدين ننزل الانهار وناكل ونشرب ونقعد مع النبي. يا جماعه الجنه يا اخوانا هنشوف الحاجات دي ان شاء الله، هيكون ان شاء الله. مش انا مش بحكي احلام ولا بحكي اوهام، هيحصل ان شاء الله. بس احنا ربنا يرضى عننا كده ونكون جدعان بعد رمضان. انا متاكد ان في رمضان الناس هتموت نفسها في العباده، بس المهم بعد رمضان يفضل الرجاله رجاله وتفضل الستات الجدعان جدعان. يا رب يا رب. طيب شفتوا الروح المعنويه؟ طب دلوقتي الوضع ايه؟ الوضع ان الجوع شديد جدا والحفر شغال وفات 5 ايام، وبعد 5 ايام مش قادرين، جعانين مش قادرين نحفر. فيجي جابر بن عبد الله ويبص على بطن النبي يقول: فوجدت فيها ضمورا شديدا، فذهبت الى زوجتي وقلت لها: هل عندك طعام؟ فقالت: نعم، عندي صدر دجاجة وإيه وحفنة شعير. قال: كم تكفي؟ قالت: تكفي الأولاد، عندي ولدين يدوب تكفيهم. قال: أما تكفي رسول الله؟ قالت: نعم، يكفي بس وحده. فقال: إذن لا تطعمي الأولاد، رسول الله أولى. شايفين يا أخوانا العطاء. فيطلع جابر بن عبد الله على النبي، والنبي بقى بيراقب وبيشتغل وكده، يقول له: يا رسول الله عايزك في كلمتين على جنب. فياخد النبي صلى الله عليه وسلم على جنب كده ويقول له: يا رسول الله، عندنا في البيت حفنة شعير وصدر دجاجة، تعال معي كل يا رسول الله. فقال له النبي: وحدي يا جابر؟ أجي لوحدي؟ فقلت: يا رسول الله، الطعام حفنة شعير وصدر دجاجة، كان ممكن يأكلها الأولاد، لكن أحببت أن تأكل أنت في بطنك ضمور. فقال: وحدي يا جابر؟ فقلت: ومعك أبو بكر وعمر، لو يعني لو أنت زعلان عشان. فقال: ما كان لي أن أكل وحدي يا جابر ويجوع الناس، أنا ما أقدرش أكل لوحدي والناس جعانة يا جابر. فقال يا جابر: اصبر. فوقف النبي على جبل سلع وقال: يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، يا أهل الخندق، طعامنا اليوم عند جابر بن عبد الله. هياخد الجيش ويبوح. يقول: فقلت، فمسكت يد النبي، قلت: يا رسول الله، الطعام حفنة شعير وصدر دجاجة. قال: يا جابر اسبقني إلى البيت ولا تقرب الطعام، مالكش دعوة بالأكل لغاية ما أجيلك. يقول: فانطلقت إلى زوجتي أقول: أدركيني، رسول الله قادم ومعه الجيش. فقالت المرأة المؤمنة العاقلة: أأخبرت رسول الله بالطعام؟ قال: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم، هو عارف هو بيعمل إيه. فقلت: صدقتي. شوفوا الستات يا جماعة، ملاحظين يا جماعة ان احنا طول ما احنا ماشيين في السيرة الستات عالية قوي، واخدين بالكم؟ السيرة الستات هي صمام الثبات، يعني الرجالة طول السيرة ستات واقفة بتثبت. حاجة غريبة قوي، هل الستات هم مشت في بلادنا بفعل فاعل من أعدائنا علشان المرأة هي اللي ممكن تقومنا؟ هل المرأة خافت من الإسلام وكمية الشبهات اللي اتقالت عن ظلم الإسلام للمرأة عشان الستات تخاف من التدين وتخاف من الإسلام وتخاف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ مين اللي قال كده؟ ما تيجوا شايفين السيرة. أنا والله ما بقصد، هي كل حلقة غصب عني بيجي دور للمرأة، لسه هنشوف دور المرأة. يطلع النبي ويطلع معاه الجيش، يوصل لجابر يقول له: يا جابر أنت بوابنا اليوم، أنت مالكش دعوة بالأكل خالص، أنت تقف على الباب، أدخل ليا مجموعة مجموعة. شوفوا دي النظام يا أخوانا، شوفوا احنا بنقف على محطات الاتوبيسات ازاي، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل الناس ازاي. مجموعه تخش تاكلوا تطلعوا، تدخل المجموعه اللي بعديها، ما حدش يقعد اكتر من وقت محدد، انا اقول اطلعوا تطلعوا. حاجه كده، حاجه راقيه، حضاره حضاره حضاره. تدخل المجموعه الاولى، جابر يقول: قلت والله هي مجموعه واحده يا رسول الله، يعني هي مجموعه واحده اللي هتاكل يعني اذا اكلوا. يقول: فتخرج المجموعه انظر اليهم فاذا بهم قد شبعوا، فتدخل المجموعه الثانيه فاقول لهم: اشبعتم؟ فيقولون: الحمد لله على الاخر.
يقول: حتى خرج إلي النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم يقول لي: بارك الله لك ولزوجتك ولأولادك في طعامكم، خش كل يا جابر. يقول: فدخلت فإذا والله الطعام كما هو إلا خدشة من صدر الفرخة، خدشة بس كده. معجزة مش كده؟ طب المعجزة ما حصلتش إلا إمتى؟ إلا لما كل واحد قال: ما كلش لما الناس تأكل. خلي بالكم، لما جابر قال النبي يأكل الأول، ولا النبي قال لا يمكن أكل لوحدي، تحصل المعجزة. بنسميها في الإسلام بركة، ربنا يبارك في القليل. والبركة دي مش غريبة عننا أنها تحصل في كل زمان ومكان، وأن الجعان يأكل. بس فين اللي عنده إيثار؟ فين اللي يفضل مصلحة الناس على مصلحته؟ ما تعيشوش لنفسك يا جماعة، عيشوا زي جابر، عيشوا زي النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال: وحدي أكل لوحدي. شفتوا المعجزة حصلت إمتى؟ طب المعجزة دي ما تخلي الخندق يتحفر بسرعة؟ لا، ما تيجي الملائكة كده وتقوم شايلة الصخور ويتعمل الخندق؟ لا. ليه؟ لازم تجربة التضحية البشرية عشان تتقلد، عشان الأجيال بعديهم يجوا يقول: أيوة دي تجربة بشرية زينا. يتحفر الخندق، هيخلص الخندق إمتى وحنوصل للخندق إمتى؟ حنوصل للخندق بعد 10 أيام بالظبط، خلص الخندق. على فكرة النبي أجهد إجهاد شديد، طول النهار مقيم في جبل سلع يراقب ويرجع البيت بالليل. تقول السيدة عائشة: والله كان رسول الله يأتي منهكا من الخندق، فقبل أن ينام يضع رأسه في حجري. كان متعود يعمل كده، شوفوا العلاقة بالزوجة، قبل ما ينام يضع رأسه في حجري، فما هي إلا دقائق حتى أسمع له غطيطا، وما سمعت لرسول الله هكذا مثل وقت الله. عمره ما كان بيشخر كده ويروح في النوم ب 58 عشان خاطرنا 58 سنة، 57 سنة، شايف البذل والعطاء. تقول السيدة عائشة: مرة وهو نايم كده مش قادر، جاءه سعد بن أبي وقاص في الليل يقول له، فاستيقظ النبي: في شيء يا سعد؟ خاف يكون حصل حاجة على الخندق. قال: لا، جئت أسألك أتأمرني بشيء يا رسول الله؟ قال: يا سعد اذهب إلى الخندق، أنا مش قادر. تقول السيدة عائشة: والله لا أنساها لسعد أنه أيقظ رسول الله بلا سبب. صح لي ده؟ أنت متخيل حالة النبي وبذل النبي؟ أنت بقى يا جماعة، إحنا في رمضان بنقول ما عادش في وقت للنوم العشر الأواخر، شايف النبي وقته قليل إزاي وبذله إزاي وعامل إزاي؟ طيب اتحفر الخندق في 10 أيام، 4 كيلو تمام، بس خلي بالك كل الخندق اتحفر ما عدا صخرة مش عارفين نكسرها. أبو بكر يخبط ما بتتكسرش. خلي بالك دي ممكن تبقى نقطة ضعف شديدة، وهي دي اللي يعبروا عليها، خندق مش عارفين نكسرها، صخرة ضخمة جدا. طب يجي عمر مفيش فايدة، يجي علي بن أبي طالب القوي العنفوان الشباب مفيش فايدة، فيبعثوا للنبي: يا رسول الله في مشكلة كبيرة. فيأتي النبي قال: وسع، أعطوني المعول، رشوا عليها الماء، رشوا عليها الماء، بسم الله. يقولون: فضرب النبي ضربة نفضتنا، عارفين كله رجع لورا، نفضتنا، وقال: الله أكبر. فطلعت وهو بيخبط طلعت شرارة، فقال: الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضرب ضربة أخرى فالصخرة لسه ما اتكسرتش، الله أكبر، فتحت الروم. ثم ضرب الضربة الثالثة فتفتتت الصخرة كأنها شوية رمال، بقت عبارة عن شوية رمال. إيه فتحت فارس وفتحت الروم؟ شايفين الأمل يا أخوانا؟ هو ليه قال كده؟ حتى لو كان هو عارف كده جواه بيرفع الروح المعنوية. عارفين أحسن واحد في الأمة دلوقتي مين؟ اللي يبشر الناس بالأمل، اللي يرفع الروح المعنوية لأولاده، اللي ما يقولش مفيش فايدة، اللي بيقول مفيش فايدة مش على خطى الحبيب. خطى الحبيب ارفع الروح المعنوية للناس، تعمل كده يا رسول الله، يعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم. يوصل الأحزاب 10,000 محيطين بالمدينة، الحمد لله الخندق خلص في المعاد. عارف لو مقاول كان زمانه اتأخر 2 أسبوع 3 ويا عم وسلم في معاده، ما سلمش، طب وهنعمل ايه؟ ده الناس وصلوا، مفيش يا عم، دي ناس منضبطة والإدارة بالإنجاز، و10 على 10 اتحفر الخندق، وصل الأحزاب، أبو سفيان، حيي بن أخطب، غطفان، عيينة بن حصن. ايه ده؟ اختراع. ايه؟ قالوا إن العرب لا تعرف هذه المكيدة. خلي بالك هم جايين عشان يخلصوا المعركة، لقوا نفسهم مضطرين يحصروا الخندق، ما عندهمش غير الحصار، يفضلوا واقفين. طب هما مستعدين لكده؟ لا، الاكل والزاد اللي معاهم ما يكفيش لكده، مش حاسبينها كده. يبقى مين اللي هيمشي خطته؟ يبقى مين اللي هيجبر الاخر انه يمشي على طريقته؟ شوفوا النبي من اول يوم، من وهو ضعيف لوحده، هو اللي يحط الخطه وهم يمشوا عليها بالتخطيط. ازاي تخلي اللي قدامك في رد الفعل؟ فقريش بقت رد فعل رغم انها 10,000 محاصره المسلمين. شفتوا تخطيط النبي؟ ما فيش جبريل، ما فيش وحي،
تخطيط. سلمان واحد عادي من الشعب يحيطوا بالمدينة 10,000. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بقول لكم مقسم الصحابة 25 كل مجموعة علشان تصد أي هجوم. الحصار 24 يوم. احنا بنتكلم النهاردة 24 يوم قريش محصرة المسلمين. بتدور على ايه قريش محصرة ليه؟ بتطور على لحظة غفلة. فاهمين أقصد ايه بلحظة غفلة؟ مجموعة تنام كده شوية يقوموا معدين. خالد بن الوليد وعمرو بن العاص سلاح الفرسان عمالين ياخدوا الأربعة كيلو رايح جاي. لو لقوا مجموعة نايمة متفقين مع أبو سفيان أول ما نقول لك نعدي نعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل نقاط مراقبة على يعني الأول 25 عليهم قائد يراقب إن ما حدش يغفل. لو غفلنا ثانية نتهزم. يعدوا ولو عدوا خلاص، لو عدوا من حتة خلصت المعركة. فالشطارة إنك 24 يوم ما فيش واحد يغفل من 1500. هتعمل لها إيه؟ هعمل لها نظام مراقبة. ايه؟ كل قائد مجموعة مسؤول عن 25. وبعدين هعين سعد بن معاذ معاه مجموعة تعدي على النقاط طول النهار تتأكد ان الناس صحية. وبعدين اعين ابو بكر وعمر على سعد بن معاذ يتأكدوا ان سعد بن معاذ اربع درجات مراقبة جودة. وبعد كده انا هقف على جبل سلع اتأكد من الحركة ان الناس كلها مغطية الموضوع. جبل سلع ده اللي قدامكم على الصورة، التبة اللي عالية اللي قدامه الخندق محفور. تخيل هنقعد كده النتيجة ايه؟ 10/10. مفيش ولا خطأ يحصل. طيب هتعمل ايه قريش؟ ما عندهاش غير حل واحد، مش عارفة تعدي. فتجيلهم فكرة، طب هو مش في المدينة يهود؟ هو مين اليهود اللي طلعوا من المدينة النبي طلعهم من المدينة؟ بنو قينقاع وبنو النضير اللي هم حيي بن أخطب. طب ما لسه في قبيلة تانية ومليانة سلاح وقوية اسمها بني قريضة، بس دول ماضيين الدستور مع النبي ان هم مواطنين في الدولة، مواطنين هنا، وان لهم حقوق وعليهم واجبات ان هم ما يهاجموش المسلمين ولا يعينوا حد على المسلمين. طب نكلمهم في ايه؟ هم يدخلوا من الجنوب على الستات والاطفال، يبداوا يقتلوا في الستات والاطفال. هيكون النتيجه ان محمد واصحابه يرجعوا جري ويسيبوا الخندق او يقللوا الجنود اللي على الخندق نعدي، ونبقى جايين لهم من فوقهم ومن اسفل منهم. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم. الايه بتقول كده. يروح حيي بن اخطب يكلم مين؟ يكلم كعب بن سعد قائد بني قريظة، سيد بني قريظة. يقول له يا كعب، هل لك؟ جئتك بخير الدهر، جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان لنستأصل محمدا. فقال له كعب، جئتني بذل الدهر، والله لم أرى من محمد إلا وفاء وعدلا، ما غصب لي مالا ولا أكرهني على دينه، وعندما طردكم لم يحاسبني عليكم. ما قالش انتوا يهود زي بعض، لا، انتوا حاجه وانتوا حاجه، دول اخطاء انتوا ما اخطأتوش. شفت المواطنه؟ شفت النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه لكلمه مواطن في البلد؟ عاليه جدا كلمه احترام النبي للمواطن دي. فتكون النتيجه ايه؟ فتكون النتيجه ان كعب، ان حيي يقول له طب ما تسمعني، ويفضل وراه ويفضل وراه. وكعب عارف اللي بيقاوم الخيانه، مش قادر بقى، عمال يقاوم ومش قادر، يقول له دي فرصتنا، هنملك المدينه. يعني فما زالوا به حتى مزق الصحيفه واعلن موافق، نهاجم نساء واطفال المسلمين بس سيبوني انا حدد الوقت. ورجع حيي بن اخطب لابو سفيان يقول له خلاص المعركه خلصت. وصل الخبر للنبي، ما تسالش ازاي، مخابرات النبي في كل مكان. وصل الخبر للنبي فقال حسبي الله ونعم الوكيل. يقولون فما رأينا النبي جزع لشيء كهذا الأمر. ده كده خلصت، كارثة. بشر يا جماعة، جبريل ما نزلش، كل ده ما فيش جبريل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا سعد بن معاذ، يا سعد بن عبادة، اذهب فتيقن من الخبر. خلي بالكوا سعد بن معاذ من الأوس، كان بينه حلف وبين بني قريظة. فيطلع سعد بن معاذ فيقف قدام كعب ويقول له يا كعب، أما بينك وبين رسول الله عهد؟ قال من رسول الله ومن محمد؟ ما بيننا وبينكم عهد، قد مزقنا الصحيفة. فبدأ سعد بن معاذ وكان وغضب وبدأ يشتمه. فسعد بن عبادة قال لا تشتمه، الأمر أكبر من المشاتمة، دي خيانة عظمى، بتتكلم في شتيمة، شتيمة تعمل إيه؟ النبي كان قايل لسعد إيه؟ يا سعد روح اتأكد من الخبر، لو لقيتهم خانوا اوعى تيجي قدام الناس وتقول لي خانوا، حتى لا نفت في عدد الناس. شفتوا مسألة الروح المعنوية اللي أنا بقولك عليها؟ ولكن عرض، قل لي حاجة أفهم أنا منها وما حدش يفهم. أما إذا كانوا على الوفاء فأعلن بين الناس لنرفع روحنا.
شفت، مش بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خطى الحبيب ترفع الروح المعنويه الناس ما تيأس الناس. فرجع سعد وقام قايل يا رسول الله عضل وقاره. يعني ايه عضل وقاره؟ فاكرين امبارح لما قلنا في القبائل اللي قالت للنبي بعت لنا ناس وخدوهم وذبحوهم السبعين واحد اسمهم عضل وقاره. فهو بيقول له غدر كغدر عضل وقاره من غير ما يصرح. بص النبي هيعمل ايه؟ الصحابه مش فاهمين ايه اللي حصل. فقال النبي الله اكبر ابشروا بنصر الله. علشان هو المفروض ان الموضوع شديد، يعني شفت رسولك صلى الله عليه وسلم، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول متقنعا، يعني ايه؟ غطى راسه بثيابه يقولون لا يكلم احدا، ومكث طويلا يفكر، غير ان اليهود نشروا الخبر في المدينه ان احنا داخلين عليكم، فالناس كلها عرفت. فالموضوع بقى في منتهى الصعوبه. المنافقين بيقولوا ايه؟ المنافقين عمالين، تخيل بقى شوف الاصعب، عمالين يقولوا ايه؟ محمد كان بيقول لنا هتفتحوا فرس الروم وهو بيخبط الصخره، ده احنا مش عارفين نروح الحمام من الخوف. هو ده اللي كان بيقول لنا كذا. وتنزل الايه إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، سيبوا الخندق وامشوا. ويستأذن فريق منهم النبي، شوف القرآن بيوصف الموضوع بدقة إزاي. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أصل بيوتنا مكشوفة، ستتنا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فتخيل زاد الموقف ان المنافقين كمان عمالين يهبطوا في المسلمين. الروح المعنويه عامله ازاي دلوقتي يا اخوانا؟ تقدر تتخيل مش كده؟ منخفضه. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار. ابصار مين؟ المؤمنين الصحابه. الموقف صعب وهم بشر. واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. تخيل لما قلبك يبقى بيرتجف يوصل هنا، شوف التصوير القراني، وتظنون بالله الظنون، ايه اللي هيحصل؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لازم في اختبارات، واختبارات شديده جدا. شوفوا الايه قويه قد ايه. شفتوا حاله الصحابه؟ شفتوا حاله ابو بكر وعمر عامله ازاي؟ خلي بالك بدات بنو قريظه كمان تنفذ. ازاي؟ بداوا يبعتوا واحد يستكشف الوضع ايه عند المسلمين، واحد من اليهود يلف حوالين الحصن اللي فيه الستات والاطفال. مين اللي واقف بيحرس الحصن؟ حسان بن ثابت شاعر النبي، هو ما بيعرفش يحارب بس ده الموجود، ملوش في مسك السيف خالص حسان. فالسيده صفيه عمه النبي ام الزبير بن العوام تقول له يا حسان اقتل هذا الرجل انه جاء ليستكشف والا سيعود الى اليهود فياتون بجيش. فقال ما انا بذلك الرجل ولو كنت ذاك الرجل لكنت مع رسول الله هناك في الخندق يعني. فقالت يا حسان اقتله. قال والله لا استطيع. فخدت حديدة ونزلت وقامت مستنية لليهودي من ظهره وضربة على دماغه، سقط ميتا ضربتين عشان تتأكد انه ميت خالص. قالت يا حسان خذ سلاحه. قال ما انا بذاك الرجل. قالت يا حسان اقطع رأسه وارميها امام حصون اليهود ليعلموا ان هناك حراسة حوالين حصون النساء. قال والله ما انا بذاك، انا ما اعرفش اقطع دماغ بني ادم. قالت تبا لك. طب اوعى بقى. واكتزت رأسه ست بمئة راجل يعني حد من شبابنا دلوقتي ممكن يسرق فيها يعني يقع مغمى مغمى. تقول فأدار حسان وجهه. يا جماعة هو شاعر رقيق مش شغلته ومش عيب. فقطعت رأسه وألقتها أمام حصون اليهود. فبدأ بنو قريزة قال لا هو في حراسة ولا كل ده واحدة ست؟ شفتوا الستات؟ فحمت ظهر المسلمين لدرجة النبي لما جه يقسم الغنائم ضرب لصفية سهم وقال بما فعلته أنقذتنا. واحدة ست. يا ستات يا ستات، شايفين شايفين؟ عمرها ما كانت في حياة النبي الست منعزلة ولا مهمشة ولا سلبية. طيب الوضع ايه؟ هتعمل ايه يا رسول الله؟ لابد من خطة بديلة، لابد من علاجة الموقف. فكرة نعمل ايه؟ ام راح النبي لقبيلة غطفان. عارفين غطفان اللي هي 3000 تاني قوة بعد قريش. وقال لهم ممكن ترجعوا وديكوا تلت ثمار المدينة، خدوا تلت الثمار ورجعوا عشان يفتت القوة. فقالوا لا نصف ثمار المدينة. قال لا الثلث. بيفاوض النبي برضه يعني، مش يعني كان تاجر خلي بالك. فقالوا موافقين التلت. فقال إذن أسأل أصحابي
فقال عيينة بن حصن قائد غطفان: نعم، ألست أنت قائدهم؟ قال: نعم، ولكن المدينة ملكهم، فلا بد أن أسأل أهل المدينة. فرجع النبي وجاب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقال: أنا عرضت على غطفان كده. فقالوا: يا رسول الله، أمضيت الأمر فنسكت؟ يعني أنت اتفقت خلاص؟ قال: ما كان لي أن أتفق حتى أعود إليكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، عظيم في كل شيء. فقال سعد بن معاذ، عظيم سعد بن معاذ ده قوي: يا رسول الله، أهذا أمر أمرك بها الله فنسكت؟ أم أمر تحبه فنفعله من أجلك؟ أم أمر تصنعه إلينا خفت علينا؟ قال: بل أمر أصنعه إليكم، والله ما أردت إلا أن أفتت العرب فقد رمتكم بقوس واحد. فقال: يا رسول الله، لقد كنا نحن وهؤلاء أهل كفر نعبد الأصنام ولا نعرف الله، وما كانوا يطمعون في ثمر من ثمار المدينة إلا بالثمن، أيوم أن يعزنا الله بالإسلام يأخذونها بلا ثمن؟ والله ليس لهم عندنا إلا السيف. فقال له النبي، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم وما تريدون. وكلم النبي غطفان وقال لهم: لم يقبل أهل المدينة الصلح. مش أنت رسول الله؟ لا، أنا بحترم رأي الناس. وبعدين خلي بالكم يا جماعة، شفتوا مواردنا غالية، مواردنا، خير بلادنا غالي، ما نضحيش بيه بسهولة. خير بلادنا غالي علينا. وأنا بقول لكم يا أخوانا، الغرب ظلمنا كتير من القرن ال19 من ساعة الاستعمار، لما خد خيرات بلادنا مواد خام ورجعها لنا منتجات خام، منتجات تامة، هو ازداد غنى وشبابنا ازداد بطالة وازداد فقر. ولازم الحق ده يعود، ولازم يبقى فيه عدل في إنتاج المنتجات في العالم. لكن شوفوا قد إيه موارد الصحابة غالية قوي، يقربوا من ثمرة من ثمار المدينة من غير ما يدفعوا ثمنها. إزاي؟ إزاي ما نقبلش أبدا يا رسول الله؟ والنبي يقول لهم: صح، معاكوا حق. إحنا النهاردة يا جماعة 23 يوم على الحصار، والوضع زي ما بقول لكم بقى شديد، وبدأ النبي يضطر يبعت قوات من اللي واقفة على الخندق بتحميه عشان تحمي الستات والأطفال. فبدأ الخندق يتكشف، فبدأت قريش تكترئ، ودي أول واحد حينزل الخندق، واحد اسمه عمرو بن ود. عمرو بن ود ده عمره ما غلط وعمره ما اتغلب في مبارزة، مبارز من الدرجة الأولى، لم يهزم من قبل في مبارزة، ما حضرش بدر وأحد لأنه كان مسافر. فجي النهاردة وقام نازل جوه الخندق بالفرس بتاعه وقال: من يبارزني؟ ما حدش نطق. ده عمرو بن ود يا عم، ده ما بارزش حد لو قتله. من يبارز؟ ما حدش بيرد. من يبارز؟ أجبنتم؟ ما حدش بيرد. الصحابة ما حدش بيرد. فقال علي: أنا له يا نبي الله. فقال النبي: اجلس يا علي، إنه عمرو بن ود. الرسول برضو فقال: أنا له يا رسول الله. قال: اجلس يا علي، إنه عمرو بن ود. قال: إن كان عمرا فأنا علي. فالنبي بص له كده عليه 26 سنة. فقال: خذ سيفي علي، اللهم أعنه، اللهم أعنه. طلع علي، خلي بالكوا، أبو عبيدة بن الحارث ابن عم النبي استشهد في بدر، وحمزة عم النبي استشهد في أحد. فبص النبي هيقول إيه: اللهم إنك أخذت أبو عبيدة في بدر وأخذت حمزة في أحد، وهذا علي، يا رب لا تدعني فردا وأنت خير الوارثين، ما تسيبنيش من غير عيلتي. شوفوا رقة النبي وحبه لعلي بن أبي طالب، شفتوا قيمة علي عند النبي، الحب قد إيه. يقولون: فدخل علي فقال له عمرو بن ود: من أنت؟ فقال: علي بن أبي طالب. قال ابن أبي طالب: يا بني، كان أبوك صديقا لي، فلا أحب أن أقتلك، فانصرف يا بني. فقال علي: ولكني أحب أن أقتلك، وإني أخيرك بين ثلاث. علي بن أبي طالب ده رمز الرجولة يا شباب. وإني أخيرك بين ثلاث: بين أن تشهد الآن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو تعود الآن إلى مكة أو أقطع عنقك. فغضب عمرو بن ود وعقر الفرس بتاعه ولطخ وجهه بدم الفرس وضرب علي ضربة شديدة بالسيف، اتقاها علي بالدرع وعلي الغبار ودخلوا في بعض والغبار بيعلي، والنبي يقول: اللهم أعن علي، اللهم أعن علي. والغبار بيطلع ومحدش عارف حاجة بتحصل، وفجأة كله سكت
ومن وسط الغبار طالع واحد بيقول الله أكبر، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما طالما الله أكبر يبقى عليه. فجاء علي وفي يده رأس عمرو بن ود، فقال له النبي إلقها عليهم ليخافوه، فأم رميها الناحية التانية من الخندق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ وهو واقف سيد الأوس، خلي بالك، واللي واقف الوقفة الجميلة في الثمار، سهم طايش يقوم جاي في دراعه ويبدأ الجرح ينزف وينزف وينزف، والنبي يخاف عليه بيحبه قوي. فقال النبي ابن ودي ونادوا رفيدة، دي أول مستشفى في الإسلام وأول طبيبة في الإسلام، واحدة ست يا رسول الله في مسجدك حداوي راجل، ونادوا رفيدة تداوي جرح سعد بن معاذ، ويتحمل سعد والجرح عمال يجيب دم في دم في دم، فسعد بن معاذ وهو بيقطر دم يقول اللهم إن كانت هذه آخر معركة بيننا اللهم إن كان بيننا وبين قريش معارك أخرى فلا تمتني حتى أشهدها، فما من قوم أحب أن أقاتلهم كقوم آذوا رسول الله، وإن كانت هذه آخر معركة فخذني شهيدا. عنده رؤية أن دي احتمال تكون آخر معركة، شايف رؤيته السياسية حتى في دعائه باين، وإن كانت آخر معركة فخذني شهيدا ولا تمتني حتى تشفي صدري من بني قريظة. دعا بكل حاجة، بيقول لك فكأن الجرح قد ربط من الله عز وجل فلم تقطر قطرة واحدة، يبقى لسه مش هتموت دلوقتي طالما دعيت الدعوة دي. يقف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وسط بقى الزحمه والقلق دون يقوم جاي للنبي واحد اسمه نعيم بن مسعود، ده من قبيله اشجع، احد القبائل اللي قلت لكم محاصر الخندق. نعيم ده ايه؟ مفاجاه، جاي للنبي يا رسول الله انا من الناس اللي محاصرينكم، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، اسلمت. فقال له النبي، يعني فرح به النبي، فقال نعيم ما تأمرني يا رسول الله، تأمرني بايه؟ فقال النبي يا نعيم انما انت رجل واحد فينا، يعني وجودك معنا هيفيدنا ايه؟ واحد زياده، ولكن خذل عنا ان استطعت. شوفوا رؤيه النبي وازاي يستخدم كل واحد، ايه اضافتك انك معانا؟ روح ارجع بينهم وحاول تخذل عنا ان استطعت فان الحرب خدعه. فقال النبي ساقول فيك، هتكلم عليك وحش. قال قل ما شئت. بصوا الراجل الخطير ده، العبقري ده، ويا سلام لو كده شبابنا يبقى بالذكاء والحكمة دي ويبقى مطقطق كده ومخربش بلغة المصريين زي سيدنا نعيم بن مسعود. هيطلع على بني قريظة، بص بقى الخطير، يا بني قريظة تعرفون حبي لكم، ما قالش أنا مسلم ولا حاجة، كله عارف أنه لسه كافر، وتعرفون بغضي لمحمد، قالوا نعم أنت عندنا لست بمتهم، عمرنا ما اتهمناك. قال يا بني قريظة، قريش ليست من أهل هذه الأرض، وأنتم من أهل هذه الأرض، نساؤكم وأولادكم وحصونكم، أفرأيتم إن عادت قريش وملت الحصار ولم تقاتل محمد، أو وجدت أنها فرصة إن سنحت دون خسائر قبلتها، وإن لم تسنح تركتكم وذهبت، سيتركونكم لمحمد وسيقتلكم شر قتله. قالوا فماذا ترى؟ قال أرى أن تحمسوا قريش على القتال وتضمنوا أنهم سيقاتلون معكم، تأخذوا 50 رجل من أشرافهم يبقون عندكم، فإن قبلوا ذلك فهم يريدون القتال، وإن لم يقبلوا فقد يتركونكم. فقالوا أشرت بالرأي صح، افرض خزلونا نفضل لوحدنا قدام محمد وهم يرجعوا، ده هم في أمان وإحنا مش في أمان، لا يدونا 50 واحد عشان نجمدهم عشان ما يسيبوناش، تمام. أم طلع على أبو سفيان، قال بلغني أن محمد اتفق مع بني قريظة وقد ندموا أنهم اتفقوا معكم، وقالوا لمحمد أرأيت إن أتيناك 50 رجل من أشراف قريش أتعفو عنا؟ فقال نعم أعفو عنكم إن أتيتموني، فسيطلبون منكم 50 رجلا. فتاني يوم أبو سفيان بيتصل بالراجل بتاع بني قريظة كعب بن أسعد، قال له متى نهاجم؟ فقال أرسل إلينا أولا 50 رجلا لنضمن جديتكم في القتال. فقال أبو سفيان بينه وبين نفسه صدق نعيم بن مسعود. فقال أبو سفيان والله لا نعطيكم رجلا واحدا. فقال كعب بن أسعد بتاع بني قريظة صدق نعيم بن مسعود. فانخزل الاثنين ورفضوا أن هم يكملوا مع بعض، فكان ده أول النصر، راجل واحد نصر جيش، راجل نصر أمة، ولن تجد لنعيم بن مسعود في السيرة إلا الموقف ده. مين يا جماعة يعمل حاجة عظيمة؟ مين يقف موقف عظيم زي ده؟ إحنا الآن يوم الأربعاء، بعد 24 يوم النبي على جبل سلعة،
بقاله 4 أيام بيدعي دعاء شديد، والنهاردة هيقف في حتة اسمها مسجد الفتح، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعي: يا رب أستر عوراتنا، آمن روعاتنا، اللهم منزل الكتاب. ده نص الدعاء اللي دعاه: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. ويدعو 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 ويبتهل في الدعاء، فيكون دوّن آخر يوم وإذا بليلة شاتية شديدة البرودة، بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على جبل سلعة، شديدة البرودة تقتلع الخيام، حاجة عجيبة، تقتلع الخيام، تفك الأوتاد، تحمل متاعهم وترميه، تحمل الحصى وتضرب به وجوه قريش، ويبدأ الدنيا، ويقول الله، ويبدأ النصر يجي بإيه؟ بريح. مش بقيتوا رجالة 24 يوم وقبليها 10 أيام حفر؟ خلاص ننصركم، ما فيش أي مشكلة، ريح شديدة. يا أيها وينزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ليه الريح جه؟ لأن كان الله بما تعملون بصيرا، ساعتها ننصركم. يا جماعة الريح ممكن يجي في أي لحظة وينصر المؤمنين في أي لحظة، بس فين الرجالة؟ فين اللي يستحق النصر؟ ربنا ما بيحبيش حد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت، إن تنصروا الله، إن شرطية. وتبدأ الريح تيجي، وفي الليلة الشاتية دي الصحابة نفسهم في الناحية التانية للخندق بيترعشوا من البرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم قايل إيه؟ عايز يعرف إيه اللي بيحصل هناك، فيقول النبي: من يذهب ويأتيني بخبر القوم؟ كله بيترعش وموطي وعامل نفسه مش واخد باله، برد وخوف وجوع. من يذهب ويأتيني بخبر القوم؟ محدش بيرد. أبو بكر وعمر قاعدين: من يذهب ويأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة؟ محدش بيرد. من يذهب ويأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة وهو رفيقي في الجنة؟ محدش بيرد. بشر يا جماعة، بشر، وكانوا بيمروا بلحظات زي كده، عشان بس أنت ما تقولش إيه، يبقى أنا هكسر الدنيا، يبقى مش هغلط. بشر، بشر، هم بشر، وبتجي لهم لحظات خوف ورعب زينا، بس شوفوا الرجولة في أوقات تانية عشان تعرف إن هم بشر. الموقف ده يدلك، عشان ما تقولش يا عم دول أصحاب النبي ما فيش حد زيهم خالص. صح، ما فيش حد زيهم، بس الرجولة ممكنة. فالنبي ما فيش حد راضي يقوم، فقال النبي: قم يا حذيفة. حذيفة بن اليمان يقول: فما وجدت بدة. قال اسم يعني هروح فين يعني؟ والله ما قمت إلا حياء من رسول الله وطاعة، وغير كده لا يمكن. فقال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث فيهم أمرا، اوعى تخبطهم أو تعمل فيهم حاجة. شوف رؤية النبي، يحسن لو راحوا عمل حاجة يشجعهم على القتال تاني، هم بينهاروا خلاص. فيروح يقول: فخرجت وأنا أرتعد من البرد، فما إن وصلت إلى الخندق كأني أمشي في حمام. شوفوا ربنا سبحانه، خد بس الخطوة يا شباب، خد خطوة لقدام وشوف ربنا هيثبتك إزاي. أولها صعب، تاخد الخطوة يلا. يقول: فانطلقت فعبرت فإذا القوم في هلع شديد، وإذا أبو سفيان يبحث عن نار ليدفئ يديه، ثم قال أبو سفيان: يا قادة قريش اجتمعوا أريدكم. فاجتمع القادة فدخلت بينهم، الدنيا ظلمة ما حدش شايف حد. يقول أبو سفيان: إني سأكلمكم كلاما عظيما، أنا هقول لكم خبر خطير، فلينظر كل منكم من بجواره، فإني لا أضمن جواسيس محمد. يا نهار أبيض، وهو قاعد في النص. يقول: فأسرعت فابتدرت الذي بجواري وقلت له: من الرجل؟ فقال عمرو بن العاص: تمام. من الرجل؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: تمام. خلاص. شفتوا سرعة البديهة؟ ما هو لو ما سألش الأول هيتسأل، وطالما سأل الأول عدت عليهم. بيقولك عمرو بن العاص لما عرفها بعد ما أسلم ظل يضحك منها سنة. أنا يضحك علي عمرو بن العاص؟ ده هي العرب يضحك علي من حذيفة بن اليمان بالشكل ده؟ شفت الصحابة مصحصحين إزاي؟ شفت نعيم بن مسعود، وشفت سلمان الفارسي. يا جماعة مش ناس درويش واقفين بيصلوا وسايبين الدنيا، ده ناس بتعرف تخطط وبتعرف إدارة وبتعرف إزاي ما يضحكش عليها. مش ناس سذج، مش متدين ساذج زي ما بنتفرج، تدين بقى ساذج وبقى طيب وغلبان ومش فاهم حاجة. شفت؟ فيقول: فنظرت إلى أبو سفيان فإذا هو أمامي، فشددت السهم، ثم تذكرت كلمة النبي: لا تحدث فيهم أمرا، فرددت السهم. فإذا بأبو سفيان يقول: أيها الناس، لا مقام لكم، قد اجتمع عليكم غدر اليهود. هو فاكر ان اليهود غدروا بيه. وقد اجتمع عليكم الريح والبرد والجوع، وان الحصار لا ينتهي، اني مرتحل فارتحلوا. فقلت: صدق رسول الله، الحمد لله اني لم احدث فيهم امرا. يقول: فعدت الى النبي، فما ان عدت حتى عاد الي البرد.
فإذا بالنبي يصلي في المسجد، فجلست بجواره أرتعد. بص حنية النبي، ففتح عباءته واحتواني فيها وهو يصلي. يقول: فعاد إلي الدفء، فركع وسجد ويده تحتضني، حتى إذا سلم قلت له وضحك وبشرك الله بالخير. ووقف للصحابة يقول: لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. ثم قال النبي: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. ايه الرؤية السياسية دي يا رسول الله؟ خلاص. ليه؟ منين جبت الكلام ده يا رسول الله؟ جبريل قال لك لا، هم خلاص استنفذوا كل طاقتهم، مش جمعوا كل قوتهم؟ هيعملوا ايه اكتر من كده؟ من النهارده انتهت الحرب الدفاعية، احنا اللي علينا الدور، احنا اللي هنروح لهم. شايفين الرؤية يا جماعة؟ كأن النبي بيقرا المرحلة. واحنا يا جماعة في بلادنا العربية في مرحلة بتقول ان في صفحة بتتقلب في تاريخ العالم العربي، بتقول ان في نهضة، في إمكانية نهضة، بس الناس يكون عندها إيجابية ورجولة وجدية ومستعدة لتضحية. النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويقول للصحابة: عودوا إلى دياركم. بعد كم يوم؟ بعد 24 يوم وعشرة أيام حفر. يقولون: والله ما استطعنا أن نعود إلى بيوتنا، كنا ننام في السكك يسمع لنا غطيطا. صحيين بقالهم عشرة أيام مش قادر يروح بيته، بينام في السكة. فنزل جبريل: يا محمد، أوضعتم السلاح والملائكة لم تضع السلاح بعد؟ فقال النبي: وما ذاك؟ قال: غدر بني قريظة، إن الله لا يحب الخائنين. فقال النبي: لم تنتهي المعركة، عودوا. مش كفاية بقى يا رسول الله؟ شفتوا يا جماعة الرسالة غالية ازاي؟ شفت بقى لهم كم يوم في تضحية وصبر ووقفة؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فناس فهموها حتى لو فاتتنا صلاة العصر لازم نصلي هناك، حتى لو دخل علينا المغرب. وناس قالوا: لا، النبي يقصد بسرعة، نصلي مكاننا ونروح. راحوا الاثنين، ناس صلت هنا وناس صلت هنا. لا النبي عاتب على دول ولا النبي عاتب على دول، رغم ان كان ممكن يتخانقوا: انتوا ما نفذتوش امر رسول الله وهو قال لكم تصلوا هناك، والتانيين يقولوا لهم انتوا فاتتكم صلاة العصر. لا دول عاتبوا. ادب الاختلاف يا اخوانا يا علماء المسلمين، كفاية بقى خلاف على الفروع والامة ضايعة. كفاية خلاف في الفروع ونتخانق هي دي كذا ولا دي كذا، والأمر بسيط، والنبي صلى الله عليه وسلم بيكون قايل رأيين: هو القصر كذا ولا كذا؟ ما هو النبي عمل دي وعمل دي، أو الناس فهمت كده وكده، زي ما الصحابة فهموا كده وكده من الحديث ده. افتكروا الحديث دون، وأن الصحابة عملوا الاثنين ومحدش أنكر على التاني. فين أدب الاختلاف في الفقه الإسلامي؟ شفت الدروس بتاعت النهاردة رهيبة إزاي؟ يوصلوا بني قريظة ويحصروهم 15 يوم، فبني قريظة تقول لهم: طب نسلم السلاح ونخرج. ابدا، النبي يقول لهم: تنزلوا على حكمي انا اللي اقول. فقالوا: لا نقبل الا حكم سعد بن معاذ، لانه هو فالنبي صلى الله عليه وسلم والاوس قالت: لا نقبل الا موافقين على حكم فجي سعد بن معاذ بقى جرحه لسه بس ممسوك، وجاي سعد بن معاذ وكل الناس بتقول له: هتقول ايه يا سعد، هتقول ايه يا سعد؟ وهو داخل بيقول: انا الا تاخذ سعد في الله لومة لائم، سعد النهارده مش هيخاف الا ربنا. قال: أتقبلون حكمي يا بني قريظة؟ قالوا: نعم. قال: ما أراكم إلا خنتم خيانة لنا جميعا، أنتوا خنتم خيانة عظمى، دي خيانة للوطن. أرى أن يقتل الرجال وتزبى النساء وتؤخذ الأموال. فقال النبي: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفعلا خيانة عظمى يا أخوانا، خلي بالكم الإسلام رحمة شديدة، لكن أئمة الخيانة والغدر، أئمة الفساد، لا يقبل أبداً النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ جرح سعد بن معاذ ينزف مرة أخرى، وينفجر الجرح بشدة، فيأخذه النبي في أحضانه، يقولون: ووجه النبي ولحية النبي كلها من دماء سعد، كلما أبعدنا الدماء عنه يقول لهم: دعوه في حضني. ويأخذه النبي، خلاص بيموت، هو طلب دعوة من ربنا وربنا بيستجيبها له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله يا سعد، لقد صدقت الله ورسوله، وإن الله سينجزك وعده كما أنجزت الله وعدك. يقول سعد بن معاذ، ففتح عينيه سعد ويقول: يا رسول الله سلام عليك، أشهد أنك رسول الله.
فمات سعد بن معاذ، فقال النبي: مات سعد، فاهتز الآن لموته عرش الرحمن. اهتز لموت سعد بن معاذ عرش الرحمن، وانفجر دم سعد، ومات سعد، ودفن هنا في البقيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جنازة سعد يحضرها 70,000 ملك يشيعون جنازة هذا الرجل العظيم. دي كانت غزوة الخندق وبني قريظة. يا جماعة شدوا حيلكم، أقيم صلاة التهجد، ونسأل الله تبارك وتعالى إن احنا كده وصلنا للنهاية. الدروس كتيرة، لكن نتفق إن احنا بكرة إن شاء الله هنتكلم عن الحالة الاجتماعية في المدينة واللي حصل للسيدة عائشة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بكرة هندعي إن شاء الله ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.